السلام عليكم. الصين تورطت بشكل أكبر ودخلت على خط الحرب الروسية الأوكرانية بشكل أكبر وأخطر، وهذه المرة عبر الطائرات المسيرة الإيرانية، وهذا جاء بتفاصيل مهمة للغاية قد نشرت على الوول ستريت جورنال يوم أمس، والتي تحدثت ببساطة بأن هنالك مجموعة من الباحثين البريطانيين المختصين في عملية تتبع مسألة توريد الأسلحة حول العالم، كيف تتحرك الأسلحة حول العالم، قاموا بعملية فحص لإحدى الطائرات المسيرة الإيرانية من نوع شاهد 136 المفخخة التي سقطت في شهر أبريل من هذا العام على الأراضي الأوكرانية. قاموا بفحصها ووجدوا أن واحدة من القطع الخاصة بهذه الطائرة المسيرة هي قادمة من الصين، وبأن الصين قامت بتصنيع هذه القطعة تحديدا في منتصف شهر يناير من هذا العام، أرسلتها ببساطة وشحنتها إلى إيران، وإيران صنعت طائرات مسيرة وتمكنت من إكمال صناعة الطائرات المسيرة مع هذه القطعة، وأرسلوها طبعا إلى روسيا واستخدمت في الداخل الأوكراني. وهذه تعتبر الحادثة الأولى على الإطلاق التي يجد فيها هؤلاء الباحثين البريطانيين بأن هنالك قطعة قد تم تصميمها من هذا العام في طائرة شاهد 136 المفخخة من الصين وأرسلت بهذا الشكل وتم عملية استخدامها في أرض المعركة. طبعا هذا يؤكد على عملية بأن الصين متورطة بشكل غير مباشر ولكن بشكل واضح في الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بدأ يضغط بشكل كبير من أجل منع إيران من التمكن من الحصول على القطع المطلوبة لصناعة طائرات شاهد 136 المفخخة. تركيع إيران تماما على هذا المستوى ولكي تكون غير قادرة على صناعة هذه الطائرات وإرسالها لروسيا لكي تستخدمها على الداخل الأوكرانية. الآن مع دخول الصين بهذا الاتجاه يعني بأن الصين تمكن إيران من الاستمرار بصناعة هذه الطائرات المسيرة بهذا الشكل. وأيضا في نفس الوقت الوول ستريت جورنال أكدت بأن هنالك سرعة كبيرة في عملية إنتاج هذه الطائرات المسيرة من قبل إيران، فكما تحدثنا أن هذه القطعة أساسا قد صممت في منتصف شهر يناير، بمجرد أن تم تصميمها أرسلت لإيران، إيران مباشرة خلال 3 أشهر أرسلت الطائرات المسيرة واستخدمت على الأرض الأوكرانية، وهذا يعني بأن إيران بمعدل 3 أشهر قادرة على عملية الإنشاء أو صناعة شحنات جديدة من هذه الطائرات المسيرة لمساعدة روسيا فيها في هذه المعركة. وهذه تعتبر مسألة مهمة للغاية بالنسبة لروسيا، لأن روسيا لديها مشكلة صدق أو لا تصدق في عملية صناعة وإنتاج الصواريخ مع استمرار هذا الحرب بهذا الشكل. فهنالك مصادرا على سبيل المثال مثل هذا المصدر الذي ترونه أكد بأن روسيا الآن قادرة على عملية صناعة وإنتاج 67 صاروخا من صواريخ طبعا الكروز في الشهر الواحد. هذا ليس كافيا إن كانت الطائرات المسيرة على سبيل المثال تأخرت في الوصول إلى روسيا، وبالتالي هي بحاجة أن تكون الشحنات سريعة من قبل الإيرانيين في الطائرات المسيرة يجمعونها مع صواريخ الكروز، وبالتالي تراهم يوميا يقومون بمجموعات أو عدد من الضربات أو الموجات من الضربات الموجهة على الداخل الأوكراني بشكل مكثف، يبقون الضغط عاليا على الأوكرانيين. وعلى سبيل المثال أن كان هنالك هجوما اليوم كما تحدثت وزارة الدفاع الأوكرانية ب14 صاروخا من صواريخ الكروز كما تلاحظون، وأربع طائرات من طائرات شاهد 136 المفخخة تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط 11 صاروخا من هذه الصواريخ، وكذلك طائرة مسيرة واحدة من طائرات شاهد 136 المفخخة. يعني كانت هنالك إصابات مباشرة قد تمت من قبل القوات الروسية باستخدام هذه الأسلحة التي تأتي من ضمنها طائرات المسيرة الإيرانية. فالمنطقة التي كانت مستهدفة طبعا الإنذار قد جاء في كل هذه المدن الأوكرانية التي ترونها، ولكن الاستهداف كان خطيرا على دنيبرو بيتروفيسك وتحديدا في كريفيري التي جاءت الضربات بهذا الشكل واللقطات من قبل صواريخ الكروز والطائرات المسيرة، ضربات عنيفة للغاية، مباني بالكامل قد دمرت وجاءت صورها بهذا الشكل. ولذلك روسيا تستفيد تماما من سرعة الشحنات عندما ترسل لها لكي تقوم بمثل هذه الضربات بأقل تكلفة، وفي نفس الوقت أيضا تستنزف الدفاعات الأوكرانية التي تأتي بمبالغ طائلة قادمة من حلف الناتو وحتى قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تأتي في توقيتات مهمة. الصين أن تساعد
روسيا بهذا الشكل بقطع طائرات المسيرة وترسل عبر إيران هي مسألة مهمة في هذا التوقيت، لأننا أمام هجوم مضاد أوكراني مستمر، هجوم مضاد خطير يتوقع منه الكثير، وخاصة أن هذا الهجوم المضاد هو قد حقق تقدما حقيقة في عدد من النقاط تأتي على مسافة 7 كيلومترات أو حتى 10 كيلومترات في اليومين الماضيين، وهي قد جاءت بهذا الاتجاه الذي ترونه طبعا، وهو اتجاه مهم يأتي إلى الشرق طبعا من زاباروجيا وكذلك في دانييتسك في الجهة الغربية من دانييتسك. وبالتالي القوات الروسية بدأت تتخذ عددا من الإجراءات، طبعا تستفيد مما يأتي لها من سلاح، وبدأت تتخذ عددا من الإجراءات لمواجهة هذا الهجوم المضاد الأوكراني. فعلى سبيل المثال عندما وجدت نفسها تعرضت إلى كل هذا الهجوم وسيطرت القوات الأوكرانية كما نلاحظ على كل هذه القرى التي تقدمت إليها، هنا هذه مثلا هذه القرية وهنا وكذلك ماكاريفكا وتقدمت على نوداريفكا التي ترونها هنا. بدأت القوات الروسية بالعمل بشكل كبير من أجل صد هذا الهجوم، طبعا تراجعت، شكلت خطوطا دفاعية، تمركزت في مناطق مرتفعة وفي نقاط مرتفعة بهذا الاتجاه، وبدأت تقوم بهجوم المضاد على الهجوم المضاد الأوكراني. ليلة يوم أمس وصباح هذا اليوم كانت هنالك هجمات مكثفة من القوات الروسية، وبحسب الأوساط الروسية مثل موقع رايبر على سبيل المثال الروسي أكدوا وقالوا بأنهم أعادوا السيطرة على ماكاريفكا. الأوكرانيين يقولون بأننا لازلنا مسيطرين على ماكاريفكا، لكن بدأت القوات الروسية تتحدى الوجود الأوكراني والهجوم المضاد الأوكراني، وهنالك سبب مهم للروس بأنهم مضطرين الآن للقيام بهجوم على هذه النقاط التي تقدمت إليها القوات الأوكرانية، لأنها ببساطة إن سمحت للقوات الأوكرانية أن تتقدم بشكل مكثف أو سمحت للقوات الأوكرانية أن تتقدم وتحقق مزيدا من التقدم بهذا الاتجاه، فإن هذه المنطقة ريفينابول ستكون تحت الخطر، لأن أي عمليات دعم أو وصول للدعم اتجاه ريفينابول سيقطع تماما من القوات الروسية، ومن دون عمل ومن دون مواد لوجستية، من دون كذلك دعم لوجستي، من دون جنود وغيرها، ستضطر هذه القوات أن تنسحب لتعزز المواقع الدفاعية التي طبعا تحتاج إلى المواقع التي تريد الدفاع عنها ضد الهجوم الأوكراني. وببساطة يعني أن القوات الأوكرانية كلما تمكنت من محاصرة هذه المنطقة كلما أصبح الانسحاب الروسي محتملا وسريعا للغاية من ريفينابول، وعلى هذا الأساس تستطيع التقدم والسيطرة ببساطة على هذه المنطقة دون أي قتال. هذه هي المشكلة التي تواجهها، لذلك القوات الروسية ستهاجم هذه الأجنحة بقوة، وبدأت فعلا على ماكاريفكا، ولا زالت الأنباء متضاربة حول هذه المنطقة. وأيضا أن القوات الروسية بدأت تضرب مراكز القيادة والنقاط التي تأتي منها التحشيدات الأوكرانية في الخلف وفي خلف هذه الجبهات. فعلى سبيل المثال هنالك منطقة مهمة وهي هذه المنطقة تحديدا، وهي هولوبولي. لاحظ بأنها منطقة خلف هذه الجبهات التي تتعرض إلى كل هذه الهجمات التي طبعا تحدثنا عنها. هذه المنطقة قامت القوات الروسية بتوجيه ضربة جوية كبيرة لها، وجاء التصوير الخاص بها اليوم تحديدا. إذا ما ذهبنا الآن إلى شاشتنا الكبيرة لإلقاء نظرة على مقطع هذه الضربة الروسية التي كانت ضربة كبيرة ومدوية، ولنلقي نظرة عليها من طبيعة التصوير القادم الجوي للضربة الروسية التي طبعا جاءت بهذا الشكل الذي ترونه. ستذهب الكاميرا الآن إلى اللقطة لهذه الضربة، وسنلاحظ أن هنالك مياه مميزة في منطقة هولوبولي، وطبعا هذه ستساعدنا في معرفة موقع النقطة التي ضربت. وبالتالي إذا ما اتجهنا الآن وحاولنا أن نذهب إلى الصورة الخاصة بهذه المنطقة وبهذا المقطع الذي تم تصويره بهذا الشكل، هذا هو طبعا المقطع وهذه الصورة التي نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة عليها. سنلاحظ بأننا أمام مياه مميزة بهذا الشكل المميز، وأيضا أن هنالك طريقا وبجانب هذا الطريق جاءت هذه الضربة بهذا الاتجاه، يعني نحن على طرف المدينة، لا نعلم إن كانت إلى الشرق إلى الغرب، ولكن علينا الذهاب الآن إلى هولوبولي والبحث على مثل هذا النوع من المياه أو
البحيرات إن كان فعلا هذا الأمر، وبالتالي بالاتجاه بالقمر أو بالتوجه بالقمر الصناعي إلى هذه المنطقة التي تعتبر فيها وتعتبر نقطة للتعزيزات المهمة، هذه هالابولي. وستلاحظ بأننا أمام هذا النوع من المياه والأنهر هنا بهذا الاتجاه، وخاصة إن اقتربنا أكثر الآن من هذه المنطقة ستلاحظ نعم بأننا يبدو أمام الشكل الذي نريده، وبالتالي لنأخذ صورة أوضح، وكأنها الصورة التي كانت مصورة لكي يسهل علينا معرفة هذا الموقع، وبالتالي سنلاحظ بأننا فعلا أمام نفس العلامات التي رأيناها، وهذا هو الطريق الذي اتضح بأن هنالك جسرا أيضا، وبالتالي النقطة التي ضربت هي هذه النقطة تحديدا من قبل القوات الروسية، وعندما تقترب من هذه المنطقة ستلاحظ بأنها نقطة من الممكن أن تكون فيها تحشيدات على سبيل المثال، أو تجمع للجنود أو تجمع للقوات تنتقل عبر الجسر إلى المنطقة التي تريد على سبيل المثال الانتقال إليها، على سبيل المثال المنطقة التي تحدثنا عنها إن كانت ماكاريفكا أو نودا ماريفكا التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية، وأيضا في نفس الوقت قد تكون مركزا للقيادة. الضربة كانت دقيقة كما هو واضح، والضربة ليست بالعادية وجاءت على هذه المنطقة. أيضا القوات الروسية تأخذ إجراءات مهمة على مستوى ترتيب وضع القوات الخاصة بها لمواجهة الهجوم المضاد الأوكراني. لاحظ أهمية مسألة الدعم الصيني في مسألة الطائرات المسيرة الإيرانية، فعلى سبيل المثال تم توقيع وزارة الدفاع الروسية وقعت مع هذه القوات الشيشانية المهمة، ألا وهي وحدات أحمد التي تم تشكيلها في يونيو من العام الماضي من قبل رمضان قديروف. وطبعا هذه القوات تعتبر قوات صلبة للغاية، الأوساط الأوكرانية اعتبرت هذه القوات هي الوحدات المرعبة أو وحدات الرعب بسبب قدراتها العالية للغاية على المستوى القتالي، حتى القادة الروس يعتبرونهم من المقاتلين الصلبين للغاية، وهم فعلا يتمتعون بإمكانيات عالية على مستوى حرب الشوارع. وهذه القوات هي أساسا كلها مكونة من 10,000 عنصر من القوات الشيشانية طبعا، وهم يتمركزون في دانييتسك، وهذه 10,000 عنصر هي مقسمة إلى 4 كتائب، نتحدث عن كتائب أحمد شرق، أحمد غرب، أحمد جنوب، أحمد شمال، وبالتالي هذه القوات أساسا هي تتواجد في منطقة مارنيكا هنا بهذا الاتجاه بتقريبا إلى الغربي من دانييتسك. الآن هذا العقد الذي وقع معهم هو من أجل إدارة الأمور هنا في باخموت، في هذه المنطقة التي حققت قوات فاغنر انتصارا كبيرا فيها، ولكن هنالك مشكلة بين إيفغيني بريغوجين قائد قوات فاغنر ووزارة الدفاع الروسية وروسيا بشكل عام، وقوات فاغنر لم توافق على مسألة توقيع العقد مع وزارة الدفاع الروسية، وعلى هذا الأساس أيضا بعد انتهاء هذه الحرب انسحبت قوات فاغنر، سلمت المواقع طبعا إلى القوات الروسية وتحديدا إلى قوات السبيتناز على مستوى الأجنحة، والسبيتناز نتحدث عن القوات الخاصة الروسية في باخموت، ولكن بدأوا يتعرضون إلى مشاكل بسبب أن الأوكرانيين بدأوا يقومون بهجوم مضاد على هذه المنطقة، وعلى هذا الأساس يريدون قوات أحمد الشيشانية أن تكون موجودة الآن وهي تدير هذه المنطقة. وقد نرى هذه القوات أيضا تلعب أدوارا مهمة للغاية في مواجهة أيضا الهجوم المضاد الأوكراني، ننتظر ونرى، العدد ليس كبيرا ولكنهم مقاتلين أشداء، وفي نفس الوقت يمتلكون أحدث المعدات العسكرية التي تمكنهم من أن يكونوا قادرين على تحقيق نتائج ضد الهجوم الأوكراني، وهذا يعتبر تطور مهم للغاية وأيضا نوع من العزل لقوات فاغنر في نفس الوقت، وبالتالي إجراءات ليست بالعادية من قبل القوات الروسية، خاصة وأنهم رأوا الآن بأن كل الضرر الذي تسببوا به للقوات الأوكرانية أثناء الهجوم المضاد بدأ يحصل على الدعم. على سبيل المثال ستلاحظ بأن القوات الروسية نشرت مؤخرا صورا لمدرعات أو عربات برادلي الأمريكية مع الليوبارد الألمانية وهي مدمرة من قبلهم، مباشرة جاء الدعم اليوم والأنباء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس أكدت بأن الولايات المتحدة ستوفر وبسرعة وبشكل عاجل عربات عسكرية وقدرات عسكرية للقوات الأوكرانية بقيمة 325 مليون دولار لتعويض عربات برادلي وغيرها من القدرات العسكرية. أيضا في نفس الوقت
أن طبعا هذه هي برادلي التي ترونها. في نفس الوقت أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بحسب ما ثبتته الوول ستريت جورنال ستقوم بإرسال قذائف اليورانيوم المنظم للأوكرانيين. هذه لأول مرة تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأمر. نحن لاحظنا في الأشهر الماضية كيف أن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي كان قد اشتعل غضبا أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو من مسألة إعلان البريطانيين لإرسال دبابات التشالنجر ومعها قذائف اليورانيوم المنظم، وطبعا قال سأستخدم الأسلحة النووية. لكن ها هي الولايات المتحدة الأمريكية الآن سترسل هذا النوع من القذائف بنفسها إلى أوكرانيا لتستخدمها. وأيضا في نفس الوقت أن الأوكرانيين بدأوا يضربون القدرات الجوية الروسية، هو أمر تنتبه له روسيا كثيرا. على سبيل المثال يوم أمس أعلنوا بأنهم أسقطوا مروحيتين روسيتين من KA-52 التي ترونها هنا، من المروحيات المهمة الروسية على الإطلاق. وأيضا في نفس الوقت أن هنالك مزيدا من منظومات الباتريوت الجدار الحديدية الأمريكي سترسل إلى داخل أوكرانيا. وطبعا هذا جاء أيضا بتفاصيل مرة أخرى من الوول ستريت جورنال، والحديث بشكل مباشر من نفس الشركة المصنعة لمنظومات الباتريوت. نتحدث عن رايثيون تكنولوجيز، هي التي أعلنت وقالت بأننا سندخل 5 منظومات باتريوت حتى نهاية عام 2024 أي العام القادم. وبالتالي المنظومات يجب أن نفهم عندما تدخل مثل هذه المنظومات المتقدمة الدفاعية فأنت أمام 3 مكونات لهذه المنظومات: الرادار وكذلك مركز القيادة أو مركز السيطرة، وبعد ذلك إلى منصة الإطلاق. تأخذ الإشارة الرادار بهذا الشكل، الرادار يأخذ إشارة الصاروخ المهاجم وتنقل الإشارة إلى مركز السيطرة، وتقوم طبعا المنصة بعملية التصدي ومنصة الإطلاق للصاروخ المهاجم. وهذه طبعا يعني بأن أوكرانيا ستمتلك حتى ذلك الحين أقوى منظومة دفاعية جوية، وستكون جويا هي أقوى دولة محمية على مستوى الجو من أي هجمات جوية مقارنة قد يكون في العالم بأكمله. سيكون بهذا العدد هم يمتلكون ما يقارب 7 منظومات باتريوت، وإذا ما أضفنا إليها أيضا ولسبب ما لو تحصلوا على طائرات F-16 واستغلوها على المستوى الدفاعي فأنت أمام قوة جوية أوكرانية لم تمتلكها في السابق، وستتحدى القوة الجوية الروسية بشكل خطير طبعا. وهذه مسألة تنتبه إليها روسيا على أعلى المستويات. وأيضا في نفس الوقت أن الأوكرانيين يجب أن ننتبه بدأوا بعمليات استهداف قيادات روسية على الأرض تقوم بقيادة القوات الروسية في التصدي للهجوم المضاد الأوكراني. على سبيل المثال اليوم كانت هنالك أنباء لهذا الجنرال الذي ترونه، وهو جنرال سيرغي غورياتشيف. هذا الرجل تم الإعلان بشكل واضح بأنه قد قتل على أرض المعركة، وهو رئيس أركان القوات الميدانية الرقم 35، وتعتبر هذه القوات هي المسؤولة على المنطقة الجنوبية بأكملها في أوكرانيا بالنسبة للقوات الروسية طبعا. وتم الإعلان بهذا الشكل بأنه بسبب هجوم صاروخي كبير يوم أمس قد يكون من صواريخ الهايمرس الأمريكية التي قصفت النقاط الخلفية للقوات الروسية هي التي كانت سببا في مقتله، بسبب كل هذه الأنباء التي جاءت عن مقتل هذا الجنرال. وأيضا كان هنالك ملازما روسيا أعلنوا أيضا عنه اليوم وعن مقتله، ولكن تقريبا هو كان بداية هذا الشهر، وهو طبعا إيغور سوخانوف الذي ترونه هنا. أيضا أعلنوا عن عملية مقتله، وهذا الشخص في 15 طبعا من يونيو هو قد أعلنوا بأنه قد قتل في حقيقة الأمر بحسب هذا المصدر الذي ترونه. وهذا الملازم وهذا الرجل هو كان عبارة عن قائدا للقوات الاستطلاعية لقوات السبيتناز الخاصة الروسية، أيضا قد تم الإعلان عن قتله. وبالتالي ضرب القيادات قد يعني الكثير، وأيضا إن حلف الناتو في الفترة القادمة سيتوسع بشكل خطير للغاية بحسب يانس ستولتنبرغ وهو الأمين العام لحلف الناتو، والذي قال بأن السويد أصبحت قريبة للغاية من الانضمام لحلف الناتو. وقال الآتي: السويد أوفت بجميع التزاماتها وواثق من أنها ستصبح عضوا كاملا في الحلف. ويجب أن لا ننسى بأن يانس ستولتنبرغ بنفسه قال بأننا أيضا نريد أن تكون أوكرانيا جزءا من حلف الناتو بعد انتهاء هذه الحرب. لذلك حلف الناتو يكبر بشكل كبير، رأينا فنلندا، الآن نرى السويد، وقد نرى تطورا جديدا على مستوى
كذلك أوكرانيا، بالتالي الناتو يتوسع، خطورة كبيرة، هجوم مضاد، وهذا ما يجعل الطائرات المسيرة الإيرانية ومساعدة الصين ودخولها على هذا الخط هو يعتبر مهماً بالنسبة للقوات الروسية. هي بحاجة إلى كل طائرة مسيرة، إلى كل صاروخ، إلى كل ذخيرة لتستخدمها ضد الأوكرانيين لإفساد الهجوم المضاد الأوكراني.